محمد يا محمد. نعم بابا خير. نسرح لأخواتك تعال. أنا بابا بريدكم. يا أولاد تعالوا بابا بده ياكل. مجد مهيب سمير. يلا. يلا يا صغار. نور جودي. يلا. يلا بابا ياكل. يلا ابني يلا. خير بابا شوفي. بتعرفوا هلا انا صار لي فتره ما عم بشتغل، الوضع تعبان وانتم كمان ما عم تشتغلوا، وجايين عيد يومين ثلاثه بصير عيد. انا حاولت اتدين من هون من هون مع سنه، العالم كلها منتوفه ما في. المهم معي 50 ليره بس، وبدي اشتري لواحد فيكم، لواحد بس فيكم. فلقيت احسن طريقه عشان ما حدا يزعل، انه نساوي قرعه، كل واحد بيكتب اسمه وبنحطها بهالصحن ونخربط الاوراق وبنسحب، اللي بيطلع اسمه بالورقه هو اللي بدنا نشتري له اغراض على العيد. كل واحد هو وحظه. محمد اكتب ورقة وطوية قطعهم. بهالطريقة ما حدا بيزعل، يعني اللي ما بيطلع له يشتري على العيد خبكون هيك حظه ونصيبه. الله معك. واللي يشتري تكون كمان حظه ونصيبه. أحسن طريقة ما حدا بيزعل فيه. يلا طوية بنتي طوية. يلا بنتي يلا. يلا. دور زيادة ها. يلا بنتي طوية طوية. هلا نعمل قراءة، هاي خربت الوراق، مين بده يسحب؟ خلي أصغر وحدة تسحب، يلا اسحب، هاتي، هلا بيطلع هون هو بدنا نشتري له أغراض على العيد. مجد أنت بدنا نشتري أغراض. حظه، سبحان الله. إن شاء الله. يلا الله كريم. كنت بتمنى يعني الكل يشتري وهيك بس. الله كريم. يلا ماشي يلا توكلوا على الله. جاء محل. يلا قول يا رب. ما حدا يزعل، ما حدا يزعل يا بنات يا اولاد. خلص هيك نصيب. لا بابا الحق. يلا. اوف حسبي الله ونعم الوكيل. اوف حسبي الله ونعم الوكيل. الله كريم. مجد 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 يا أولاد. يا بابا بيصرخ لاخواتك تعالوا. يا اولاد تعالوا بدي اياكم. يلا يا اولاد. خير بابا شفي. محمد انت ايش كتبت بورقتك؟ اول انا عندي هاي البلوزه اشتريتها العيد الماضي، احسن عيد فيها كمان العيد، فكتبت مجد لانه العيد الماضي ما اشترى. الله يرضى عليك. سمير وانا كمان مثل عندي بلوزة اسمها جد مهند. هلا وانت مهيب نفسه كتبت مجد لانه مجد بلوزته مشهورة وانا عندي يعني
هذا اللبس لبسه. انتوا يا بنات؟ نحن كمان نحن كمان نحن كمان.